خدت صدر الفرخة اللي أنا سلقته للشوربة، تعالى بقى كده يا حسني عشان نصبع الخليط ده كده قدامك، وقطعته مكعبات بالشكل ده. ده هجيب العيش المكسيكي اللي من السوبر ماركت، أبيض أو أخضر أو أحمر حسب ما أنا عايز. وأدي صدر الفراخ اللي أنا سلقته، وأديله فلفل رومي أحمر، وأديله ذرة حلوة، وأديله فاصوليا سودة أو حمرة المكمبوت، وأديله سبانخ أخضر، وأديله كمان جبنة شيدر، جبنة شيدر مبشورة، وأديله فلفل حار بدون بذر، وأديله شوية كزبرة، وأتبله ملح وفلفل وبهار وكمون وشط، وأعجنهم يا حسني وأصبعهم زي الكفتة. أدخل كل ده مع بعض يسمغوا يبقى عاملين زي الكفتة، وأصبعهم زي الكفتة عشان بعد ما أصبعهم هلفهم في عيش المكسيكي وأقفلهم بالأبيض بيض وهقليهم.